سؤالي كل هذا إني رسول الله إليكم جميعا. دابا الآن الأمة أمة النبي شقين، أمة الاستجابة هو ما يسمى للمسلمين هذا السبوع ولا الثمون في العالم. يقول 8 مليار الله عليك.
خاطر الايمان يتحسن. شيء ثاني عمل صالح، عمل صالح سيكون بالوحي المنزل سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الإخلاص، هذا عمل صالح. هذا لك يموت بيموت فيك إيمان تحبس معك، والعمل زي كذا تحبس معك. بعد منه تكمل الشيء النية بعد النبي عليه السلام وتواصل بالحق، هذه دعوة تواصل بالحق، سبك دربك وتواصل بالصبر. إذن إن شاء الله بهالنية هذا رسولنا. إحنا ما لهنا أي حاجة في العالم اللي كيشفت في الله، ونطلب الله اللازم، ونطلب الله اللي بار نهديه، ولا ما أهداش يتمره الله على كل شيء قادر. الله أعلم به من إحنا، ولو شاء ربك ما فعلوه. إحنا الآن ما نكونش السبب في السبب العالم. إحنا الآن نستغفر الله ونصبر نفسنا، ونحاول نسال على أولادنا وعلى أنفسنا، ونتعاملوا مع الحكام ديننا ما دام على الحق، نتعاملوا معاه وندعمهم ونصحوهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. كلمة جامع كلمة، دين كله كله مجموع كلمة. معنى الأمة إذا قامت بالنصيحة يبقى الدين يكون في الصغير وفي الكبير، ويوصل الأمة أمة الدعوة تكتسب مليارات. هذا الشو غادي يدعيهم بالأخلاق والمعاملة، وعاد تعليم الطيبة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تستعلوا. شو شنو يقوم هالشيء؟ فهذا إخواني ضروري 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 اسمعوا اسمعوا. إحنا الآن ما إحنا في أحد إلا في الشيطان، شيطان الكحاب العزو الوالد والوالدة والعزو ديالنا. والله كيقول للشيطان لكم عدو في الداخل وعدو، دخلنا ولادنا وخوتنا قدام الفساد، نجتهدوا على خوتنا ولادنا بالحكمة وبالدين وشغل نستعد إن شاء الله. ولكن ضروري إلا بد تخدم على الخدمة السائق اللي بغى يسوق سيارة صغيرة لابد يتعلم ولا لا، وبغى يسوق حافلة كبيرة سوقتها، بغى يسوق طيارة يتعلم ولا ما يتعلم، ولا يسوق الطيارة ويسوق. قولوا قولوا والدعوة بس تقول تسلك الناس الجنة تسلك تعلم تسلك تأدب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدب يا ربي بعث لنا تأديبي عادي يبين كله. وإنك لعلى خلق عظيم، العظيم كله على خلق عظيم. فسال يقول على عظيم ما عظيمش، لكن العظيم كله إنك لعلى خلق عظيم. سيد المرسلين مرة على سبيل المثال واحد من أسماء النبي عليه السلام رايح للمسجد، هذا أيام الدعوة أيام الصحابة والتابعين، ومعها ملك اليمين معها في الأبيض معها تشيل صليته. اعترض سبيله رجل سبيل جاني هذا الله جاي وقال سلام قلت انا عاود يشوف قلت كذا قلت كذا قلت كذا قلت كذا قلت كذا هو غاز الطرف ساكت وقلت القوة هو قوي معاك مع الخلاف وفرحه هو الان يهينه غيره الاثنين يسبوه صعب يقولوا له صعب انت كذا انت كذا انت كذا بدون سبب حتى تعبه تعبه لما سكت قلت يا هذا من الهدوء ان كنت تريد العيوب انا ابلغها لكن انت في عندي عيوب لا تعلمون لو فتحت لها بس قد ارض دخل في حياتي كيف المال اللي يسبوا ردوا مني لا 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 خلي اذا تريد عيوب انا ابلغها لما صحى وخلت الزيبو خرجوا قدر كثير من الناس، ما جاش منه قدر بسم الله، قدر من الهدية، عنده قميص زايد في السلوك، ما جاش منه، قال له أشهد أنك ابن رسول الله، لأن الذي يريد هداية البشرية ليس السيئة بسيئة، ولذلك ليس السيئة بسيئة، لكن يعفوها يا صاحبي. قال لك الشيء انك الشريف انك ولد النبي. لذلك اخواني احنا نستمع من هذا الغرض هذا المعجم الصغير والكبير بهذه النية نجتهدوا ان شاء الله حتى كل المسلمين في العالم يتوبوا الى الله ويتوبوا الى الله. وبعد ذلك
شر أخلاقنا ومعاملتنا اللي على سمت صحابه كانت في أخلاق مزيان اللي داك البشر. هنا نريد الناس في هذه الحياة يحيوا حياة طيبة، هذا هو ملخص الكلام، حياة طيبة. الناس عايشين الآن حياة مرة مرة، مشاكل بلاي هوت بس أمور طارية وخايفة، كيش يتمنى معيشة لن طيبة، اللي يبغى يعيش يعيش